الانترليسينج فينجر، انترليسينج فينجرز، قلت الليفت ثام اوفر رايت ايه ثام، ممكن يكون عندي الليفت ثام اوفر رايت ايه اوفر رايت ثام، او الرايت ثام اوفر ليفت ثام، دي كلها بقول عليها فينو تايب. بقول عليها ايه؟ فينو تايب، يعني اشكال للتريت اللي عندي. طب ايه هي التريت اللي عندي؟ ثلاثة تريت، تمام؟ ثري تريت اللي هو الاير لوبس والثامب والانترليسنج. لازم نحفظ الحاجات دي. هو ممكن هيجيب لنا الصور واحنا نكتب ايه جنبها. انا اتاتشد اتاتشد كيرفد ستريت ليفت ثامب اوفر لايت ثامب او رايت ثامب اوفر ليفت اي ثامب. طيب what do you think determines the type of trait you have؟ سؤال هو بيقول لي what do you think determine type of trait you have؟ ماذا تعتقد ايه هو اللي بيحدد لي نوع الصفة اللي انت بتمتلكها؟ ايه اللي بيحدد التريت صفة؟ that my trait are inherited from my family. التريتس بتاعتي او الصفة بتاعتي انا وارثها منين؟ من my family. look like my parent، انا بشبه ابائي. because they share some of my characters، انا مشترك في الصفات مع الايه الاباء. يبقى اللي بيحدد لي الصفات او التريتس بتاعتي ان هي inherited from my ايه my family. يبقى اي حد فينا التريتس بتاعته inherited from ايه your family، تمام؟ your family. يبقى inherited from my family. I look like my parent because they share some of my characters. طيب بعض المصطلحات لازم نعرفها، زي يعني ايه heredity، يعني ايه phenotype، يعني ايه genetic. هنعرفهم مع بعض. هنا ملخص لنا traits characters that make you an IQ examples the eye colors the hair color the height. قلت كلمة trait، تمام؟ مثال عليها الايه؟ الاي كولرز او الهير كولر او الهاد، تمام؟ دي كاركترز، حاجه مميزه ليك. طيب الفينو تايب هو تريت ابير، الصفه بتاعتي شكلها ايه؟ وات ات لوك لايك فيزيكالي، انت شكلك ايه؟ ممكن اقول مثلا ايه؟ وايت كولر، بلاك كولر. يبقى انا كده بتكلم على الايه؟ الفينو تايب. لما اقول بلاك، بلاك كولر، ده فينو تايب، تمام؟ ده فينو تايب، تمام؟ لما اقول جرين اي، ده ايه؟ فينو تايب. طب لما اقول فيروتايب طب لما اقول اي كولر، اي كولر تريت ده ايه؟ تريت، تمام؟ تريت تريت لما اقول مثلا هير كولر، تريت تريت هير كولر، تريت تريب هير كولر تريت، هير كولر ايه تريت. انا تريت بذكر الصفه، تريت انما لما احدد بقى الشكل الخارجي بتاعها ان هي بلاك هير يلو هير، يبقى ده ايه؟ فينو تايب. يبقى فينو فينوتايب تايب هو تريت ابير. الصفه بتظهر عندي ازاي؟ طب عندي حاجه اسمها هيريديتي. اسمها ايه؟ هيريديتي هيريديتي the passing of trait from parent to offspring. هيريديتي الوراثه، انا بارث ابائي. يا هي عباره عن الباثينج اوف تريت فروم بيرنت تو اوف سبرينج، تو اوف ايه سبرينج. مين داخل من علامات كتير جنب بعض كده؟ لو سمحتوا كل واحد يكتب اسمه عشان اعرف مين اللي ما حضرش. داخل من ايش؟ ايوه، اللي بيتكلم بقى مين؟ اللي كاتب أشيماء شيماء، تمام. كل واحد يكتب اسمه، يستخدم الاسم بتاعه. يبقى هيريديتي هي عباره عن passing of trait from parent to offspring. طب عندي حاجه اسمها جيناتيك. اسمها ايه؟ جيناتيك، تمام؟ جيناتك جيناتك الجيناتيك study how trait are passed down from parent to offspring. قلت عندي جيناتيكس اللي هو علم الوراثه. The study how parent how trait are passed down from parent to offspring. بيوضح لي ازاي trait بيحصل لها passing from parent to offspring. قلنا اللي اسس الجيناتكس او الستادي الجيناتكس هو مين؟ مندل، العالم ايه؟ مندل. يبقى لازم الحاجات دي كلها مندل. ايه؟ نعرف. طيب تعالوا هنا كده، مندل بريفورمت كنترول دي بريدنج اكسبيرمنت وذ بيا بلانت. مندل اشتغل على نبات اسمه ايه؟ قولوا معايا، البلانت اللي اشتغل عليه مندل اسمه ايه؟ جينيتكس لا، بلانت، البلانت بيير بلانت بيير بلانت بيا بلانت، بلان تمام. هيز بيجان وذ ذا بلانت وذ ثرو بريدنج. بدأ الاكسبيرمنت بتاعته بالثرو بريدنج
When a true breeding plant pollinates itself, it always produces offspring with the trait that matches the parent. لو أنا عندي true breeding، عندي نبات true breeding، لو سمحتوا المايك، لو عندي نبات true breeding pollinate itself، حصل له تلقيح ذاتي، لقح نفسه. It always produce offspring، بتكون الأوفسبرينج بتاعته التريتس بتاعتها ماتش ذا بيرنت، تشبه الآباء. For example, true breeding be a plant with wrinkled seed self pollinate. A true breeding plant self pollinate it produce only plant with wrinkled seed. يعني هو مثلا لو عنده بيا بلانت وليه رينكلد سيد، البذور بتاعته رينكلد في الشكل ده، واعمل لها سيلف بولينيت تلقيح ذاتي، البلانت اللي هتنتج عندي هيكون رينكلد سيد اونلي. Observe some of Mendel finding from cross pollinating one plant per net another. يبقى انا عندي نوعين من البولينيشن، يا اما سيلف بولينيتنج يا اما كروس ايه بولينيتنج، وخدنا الفرق بينهم. في الكروس بولينيتنج تمام، one plant pollinate another، يبقى في الكروس بولينيتنج one plant pollinate another. Through breeding plant, what do you think the Mendel discovered when he crossed through breeding plant with purple flower and through breeding plant with white flower? Mendel عمل cross بين through breeding plant with purple flower مع through breeding plant with a white flowers. الأول هنا لما عمل cross between purple و purple, all purple flowers، كل دول هيكونوا purple a flower وهيكونوا true breeding، لأن البيرنت هنا ايه true breeding، زي ما احنا شايفين البيرنت هنا ايه purple، فطبعا الاوف سبرينج كلك هيكونوا purple. طب لو عمل تجاوز تزاوج او cross between ايه true breeding، بس true breeding white، اللون بتاعهم white ما فيهمش اي characters للpurple colors، فهيكون الاوف سبرينج كلك ايه white، all white وايت flower true a breeding. يبقى انا لما بعمل crossing بين purple flowers وبيكونوا true breeding only purple، يبقى all of spring purple. When make cross between white flower true breeding all of spring become a become white. طيب انا جيت بقى خدت واحده من ده مع واحده من ده وعملت لهم cross، اهو عملت cross بين true breeding purple و true breeding ايه white. تعتقدوا اللي هيظهر عندي كل الاوف سبرينج هيكون لونهم ايه؟ أبلة ثلاثة بيربل وون وايت. أبلة الجيل الأول بيكونوا كلهم لا بنفس احنا بنتكلم على الجروب الجيل الاول، الجيل الاول هيكونوا كلك لونهم ايه؟ بنفس بيربل بيربل بيربل. بيربل. يبقى كده الجيل الاول او الفيرست جينيريشن هيكون لونهم كلك ايه؟ بيربل. يبقى انت لما بتزوجي او بتعملي تزاوج بين ترو بريدنج بيربل تمام مع ترو بريدنج ايه وايت، مع ترو بريدنج ايه وايت تمام، بيظهر عندك ايه كلك ايه الفيرست جنريشن بيربل طب تعالوا نعملها كده. والسكند جنريشن لو مختلف. هنعملها مع بعض، لو اللون البيربل مثلا بنرمز له بالايه كابتل، واللون الوايت بنرمز له بالاسم، طب ده ترو بريدنج يبقى ايه كابتل ايه كابتل، وده ابيض تمام ترو بريدنج يبقى ايه سمول ايه سمول تمام، ده ترو بريدنج يبقى لازم يكون الاثنين ايه بيربل، وده كمان ترو بريدنج لازم يكون الاثنين ايه وايت. تعالوا نعمل التزاوج، هناخد دي مع دي مره ودي مع دي مره والعكس، دي مع دي مره ودي مع دي مره. ده انا كده بتكلم في الفيرست جينيريشن، هيبقى ايه كابيتال ايه اسمه ايه كابيتال ايه اسمه، ادي ايه كابيتال ايه سمول ايه كابيتال ايه سمول. تعالوا للتاني، يبقى ايه كابيتال ايه سمول ايه كابيتال ايه سمول. بس يبقى انا آخر عندي واحدة بتقول ايه سوال ايه سوال. لا ايه كابيتال ايه سمول، مين بيقول لي ايه سمول ايه سمول، مين بيقول لي عشان اوضح له، مين بيتكلم ايه كابيتال بس ايه، أنا أريد ماشي هتبقى ازاي ايه سمول ايه سمول يا اريج، يلا وضحي معايا كده. ده الاتنين عندك ايه كابيتال ايه كابيتال، انت عشان يبقى عندك واحد ايه سمول ايه سمول لازم يكون ده فيه ايه سمول، هل ده عندك فيه ايه سمول؟ لا مش بس علشان جواد dominant character والتاني recessive لا فلازم لا يكون فيه يعني. لا، امتى امتى يبقى عندك ايه سمول؟ لو كان مثلا ايه كابيتال مع ايه كابيتال ايه سمول مع ايه كابيتال ايه سمول، ركزي معايا اعيد لك تاني.
بص دلوقتي حصل تزاوج، انتوا كلكم فاهمين ولا متلخبطين زي اسيل؟ حد كده زي اسيل ولا كلكم زي قريش؟ مس أريد قريش معلش. أنا ماشي بصوا، مس أنا دعاء انا ما فهمت. بص يا حبيبي، ده بيربل ترو بريدنج. يعني ايه يا اولاد ترو بريدنج؟ يعني بيربل صافي هوموجيكس مش هيتروجيكس، تمام؟ بابا ومامته كانوا بيربل، فهو لما اتولد لونه بيربل، بابا ومامته بيربل، يبقى هو بيربل، يبقى لازم يكون دوميننت هوموجيكس كده، الاثنين شبه بعض، لان هو ترو بريدنج. في عندك مصطلحين، مصطلح اسمه ترو بريدنج ومصطلح اسمه هايبريد. فاكرين لما خدنا ترو بريدنج وهايبريد؟ ايوه مس طيب الهايبريد الهايبرد يعني مختلط هيتروجيك، الهايبريد ايه كابيتال ايه اسمه، وترو بريدنج ايه كابيتال ايه كابيتال، تمام؟ فهو عمل تزاوج لترو بريدنج. انا بتكلم دلوقتي في الفيرست جينيريشن، الفيرست ايه جينيريشن، لسه لما اخد لك التزاوج بتاع السكند جينيريشن هيبان اللي انت بتقولي عليه. الصفه اللي انت بتقولي عليها بتبان امتى؟ بتبان في السكند جينيريشن، بتبان في السكند ايه، في السكند generation جينيريشن، generation هتبان لك في السكند جينيريشن. بس انا هوضح لك دي الاول وادخل لك في السكند جينيريشن. ده كده الفيرست جينيريشن، ايه كابيتال ايه سمول، تاخدي ده مع ده مره. طيب ايه كابيتال ايه سمول، تمام؟ وترجعي تاخدي ده، ايه كابيتال ايه سمول، ايه كابيتال ايه سمول. طيب ليه يا ميس انت عملتي ده ايه سمول ايه سمول؟ لان دي وايت كولر، وايت ترو بريدنج كمان، يعني باباها ابيض ومامتها بيضه، تمام؟ فلازم هي كمان، عشان وكمان دي صفه ريسيسيف، اللون الابيض ريسيسيف، لازم يكونوا جينين زي بعض ويكونوا الاثنين ريسيسيف عشان تظهر عند الصفه باللون الابيض، تمام؟ طيب تعالي كده اوريكي امتى يظهر الايه كابيتال ايه سمول، يمكن تفهمي اكتر. هعملها لك تحتها هنا. الاول يا شباب يبقى بيربل كده يا اولاد، خد زهرتين، واحده بيربل ترو بريدنج مع واحده وايت ترو ايه بريدنج، ظهر عنده اول اوف سبرينج ايه بيربل، كل الابناء ايه بيربل. قال طب انا هاخد اتنين من البيربل ده واعمل لهم تزاوج. هل البيربل اللي ظهر قدامكم ده بيربل ترو بريدنج ولا بيربل هايبريد؟ هايبريد هايبريد برافو، مين اللي قال هايبريد هايبريد؟ شاط، أنا محمد أشرف ممتاز يا محمد. ده كده هايبريد، لانه باباه بيربل ومامته ايه ابيض، لان هو ميكس بالاثنين. طيب تعالى بقى نعمل تزاوج للهايبريد بقى مع بعض. الجيل الثاني هنبدا ناخد الجيل الثاني، ايه كابيتال ايه سمول مع ايه كابيتال ايه سمول، ناخد دي مره هنا ومره هنا ودي مره كده ومره كده، يبقى يظهر عندي ايه كابيتال ايه كابيتال، اللي هي دي مع دي، ايه كابيتال ايه كابيتال ايه كابيتال ايه سمول،